السبت مباراة مهمة جدا. الجهات الأمنية كانت سمحت ب 15,000 تذكرة لدخول المباراة، في ترتيبات خاصة، في رحلة من النادي، في أجواء كتيرة يهمنا أن احنا نتعرف عليها تفصيليا من المدير التنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان. سيادة العميد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. ربنا يخليك. مساء الخير يا كابتن عدلي. اهلا وقلبي معاك و... يا رب وربنا يعدي الصعوبات باستمرار على خير يا رب. يا رب ان شاء الله باذن الله. سياده العميد، اخر اخبار التذاكر ايه؟ نفذت الحصه المسموح بيها؟ هو بالفعل طبعا التذاكر نفذت، مش متبقي دلوقتي غير منفذ اسكندريه، لسه مبلغني قافل من نص ساعه الساعه 9 مساء. والتذاكر اتباع منها 1671 تذكره. طبعا ده النهارده عشان في نظام بس معمول والسيستم معمول، بقدر الامكان بنحافظ على حقوق جماهيرنا اللي كل واحد يقدر يوصل له التذكره. فاحنا كنا حاطين نظام اللي مش من حق حد يشتري تذكره الا تذكره واحده فقط او اثنين ماكسيمم بكثير جدا بعد تقديم بطاقه الرقم القومي. تمام. اذا كان اسره بيشتري لاسرته، من حقه اللي هو بيشتري الاسره بيقدم برضه الرقم القومي ليه وللزوجه والاسره دي، عشان خاطر بس بنسجل البيانات بتبقى موجوده عندنا. كويس. نضمن برضه ان احنا بنحد من موضوع السوق السوداء. طبعا احنا طبعا اداره النادي الاهلي بدايه الكابتن محمود الخطيب اما قررنا تخفيض سعر التذاكر عشان استاد برج العرب، قررنا ده عشان خاطر جمهور النادي الاهلي اللي بيزحف ورا النادي عشان يشجعوا من كل المحافظات 27 محافظه. عشان كده احنا بنقلل عليهم السعر عشان برضه نحافظ على قصه جماهيرنا دي، وازاي التذكره توصل له بسعرها الحقيقي محدش هيتلاعب بيه. فبرضه حطينا نظام والحمد لله احنا عاملين عليه كنترول، وجمهورنا زي ما احنا حضرتك ما اعرفش عندكم صور ولا لا للكلام ده، النهارده منظر مشرف جدا قدام استاد اسكندريه، الطوابير واقفه بمنتهى النظام، الجمهور مستني ياخد التذكره بتاعته، وان شاء الله باذن الله لسه المنفذ قفل من نص ساعه، وان شاء الله نفتح بكره الصبح الساعه 9 لاستكمال باقي التذاكر اللي موجوده. بالنسبه لباقي التذاكر، السيستم طبعا الحمد لله على مستوى المنافس بيتوزع. احنا طبعا في بس ودي برضو من السلبيات اللي احنا رصدناها، ولكن ان شاء الله باذن الله هنرجع المباراه القادمه، احنا فتحنا 20 منفذ فقط لا غير، منهم 10 منافذ في القاهره وثلاث منافذ في اسكندريه واربعه في محافظه الجيزه ومنفذ في القليوبيه ومنفذ في الدقهليه ومنفذ في الغربيه. هنحاول الفتره اللي جايه بالتنسيق برضو في المباريات باذن الله، باذن الله بس المباراه القادمه تعدي على خير، نفتح في منافذ في كل المحافظات، لان في طبعا بيجي من المنوفيه وبيجي من الصعيد وبيجي عشان خاطر يستلم تذكرته، ده بناء على السيستم الموجود. فاحنا عاملين وبنطمن جمهورنا اللي مش هيستلم تذكرته النهارده، في محاولات نعمل رصد كامل التذاكر المتبقيه قد ايه، هنفتح المنافذ يا اما بكره بالتنسيق مع الشركه المسؤوله عن توزيع التذاكر للجمهور او يوم السبت من الساعه 9 صباحا، بحيث نضمن برضو ان كل جمهورنا استلم تذاكره. طبعا زي ما حضرتك قلت كان العدد الامن سمح بيه 10,000 تذكره، وكان في الاجتماع الامن التنسيقي، ولكن حصل اتصالات من كابتن محمود الخطيب مع الجهات الامنيه وتكليف لجنه المباراه برئاسه العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره والاستاذ ابراهيم الكفراوي في لقاء، اللقاء ده اصفر اللي كان فيه طبعا الحمد لله زياده في عدد التذاكر ل 15,000 بخلاف المسموح لاكاديميه كره القدم اللي هم يبعتوا لاعبتنا في الاكاديميه كره القدم، ودي برضو كانت النادي الاهلي بعتنا الاكاديميه واعتمدنا مع الكابتن خالد ديبو بنبعت ولادنا بيحضروا المباريات كنوع من يعني بتربي عند اولادنا الانتماء والولاء وبيشوف النادي الاهلي وبيلعب وبيشجع فرقته. برضو دي الحمد لله رب العالمين الامن سمح برضو هيبقى في اعداد متواجده من ابنائنا في الاكاديميه في المدرجات، وان شاء الله باذن الله يبقى الملعب باذن الله في جماهير النادي الاهلي، وربنا يكرمنا ان شاء الله نحتفل بعد المباراه باذن الله ان شاء الله. يعني الحقيقه مجهود هايل، وبرضو انا شايف ان كل مره بيحصل تطوير في العمل داخل منظومه التذاكر وفكره. الحمد لله كابتن عدلي، عشان كده انا عايز برضو من حضراتكم واستاذ ابراهيم، لان الجمهور بيسمع والشباب المتحمس بيسمع، احنا بنقول كل ما بقى في نظام كل ما التذكره بتاعتك بتوصل بنقدر نلبي اكبر عدد ممكن بالسعر الحقيقي اللي احنا بنطرحه، احنا بنساعد جماهيرنا. فارجو كمان الجماهير تساعد بعضيها، اللي كل الناس بتستلم تذكره النهارده، الناس كلها عايزه تحضر المباراه، في ناس كتير عايزه تحضر المباراه، احنا عاملين السعر ده عشان بنحارب حاجه. فالحمد لله النظام اللي موجود في غرفه عمليات موجوده، المهندس كمال محسن واللي هو هشام جنيد بيتابعوا المواقف لو في ازمات في اي مكان. يعني من ضمن المواقف برضه في ناس بتروح من المنافذ عايزه تستلم اكتر من 27 تذكره او 30 تذكره،
بحجه اللي هو بيستلم لاصدقائه او اصحابه، الكلام ده مرفوض تماما، واحنا حطينا برضه تعليمات ليها بحد اقصى يستلم كام تذكره. فبنحاول دايما نبقى متابعين، لان في يعني بنحافظ على جمهورنا، ومش عايزين حتى عناصر مندسه تخش في الجماهير تغير الصفو الجماهير، جماهير النادي الاهلي كبيره. اي نظام، اي نظام هتجد ناس. لسه انا بتكلم مع الاستاذ ابراهيم دلوقتي ان الموضوع بقى خلاص يزهق يعني. بس كده بقى. هي دي. يعني النادي الاهلي كبير وعايز يساند فرقته، في بقى مجموعات لازم احنا بنبدا ننقذها، وكل الناس جماهير وإطلاع. المنوة، مجموعات المنوة اللي ضد اي نظام، ضد اي حقيقة، ضد اي انك انت تضمن ان الحق يروح لاصحابه، هتجد المنتفعين بقى هم اللي ضد هذا الكلام. لكن انا عايز اسالك، وانت في عز هذا يعني هذه المسؤوليه وزحمه العمل، برضو انت بتستعد لاستقبال حدث ضخم جدا جوه النادي الاهلي اللي هو البطوله الافريقيه. طبعا. طبعا. يعني الحمد لله النادي الاهلي وصل الى انه يحط سيستم يخليه يشتغل تحت اي ظرف او اي ضغط او تنوع في المسؤوليه يعني. بص يا كابتن عادل، انتوا علمتونا كده، وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، احنا بنرفض المركزيه تماما. النادي الاهلي ما فيهوش حاجه اسمها الرجل الواحد. بالظبط، دي احلى حاجه دي. صحيح. مؤسسه كبيره، الناس كلها بتشتغل، ولكن كله في اطار المنظومه. النهارده في زي ما حضرتك بتقول مباراه يوم السبت، مجموعه كامله بتشتغل فيها لجنه مباريات بالاداره التنفيذيه بالامن، نفس الوقت في لجنه ثانيه شغاله برئاسه الدكتور محمد سراج مع كابتن رفعت عبد القادر بخبرته لتنظيم بطوله افريقيا. فهتلاقي النادي كله بيتحرك في كل الاتجاهات، بالاضافه طبعا برضو للجانب الاجتماعي لاعضاء الجمعيه العموميه، ازاي بترتب لهم ان هم يبقوا يتفرجوا على المباراه بتاعتهم او يحضروا بطوله افريقيا او التدريبات اللي شغاله. فالحمد لله دي مؤسسه ناجحه من اصغر عامل، حتى رئيس مجلس الاداره كله بيشتغل في داخل منظومه بيساعد بعض، عشان كده الحمد لله بنقدر نعدي اللي احنا الصعاب اللي بتبقى بتواجهنا يعني الحمد لله. اسعار التذاكر للتذكره، ما دام في تذاكر باقيه لسه يا سياده العميد. التذاكر المتبقيه فقط لا غير، ودي احنا كنا بعتنا 3000 تذكره لمنفذ اسكندريه، اتباع منهم ادوني التقرير بتاعهم 1671 تذكره. المتبقي بكره هيتم الاستكمال البيع من 9 صباحا في منفذ اسكندريه برضه بالمجموعه العمل اللي موجوده هناك. سعر التذكره 10 جنيه متوافره، عشان خاطر انا بشوف السوشيال ميديا للناس اللي الكوره استخلصت او الناس اللي بتقول في زحام. لا، في نظام، في ترتيب، حضرتك بتروح تدي بطاقه الرقم القومي للمجموعه اللي في العمل الموجوده هناك، بتستلم التذكره بتاعتك، ما بتاخدش اكتر من تذكره او تذكرتين بحد اقصى لو في معاك حد زميلك مش قادر يخش عشان نقلل برضه الاعداد. والاسره دي رب الاسره له على قد عدد اسرته، ولكن الناس لما بتساعد بعض كل الناس ان شاء الله توصل لها التذاكر. التذكره المتبقيه التذكره اللي هي ال 10 جنيه فقط لا غير في منفذ اسكندريه. المنفذ ده في استاد اسكندريه مش كده؟ استاد اسكندريه يا فندم. طيب ده المتبقي بكره، بحيث ان اللي عايز يلحق المباراه ان شاء الله بكره يقدر ياخد تذكرته. تمام يا فندم ان شاء الله باذن الله. النادي عامل رحله مش كده؟ النادي عامل رحله لاعضاء الجمعيه العموميه، دي هتبقى رحله باسكندريه الاول، لاسكندريه دي كان ثمنها سعرها 200 جنيه، وفي رحله مباشره لاستاد برج العرب دي كان سعرها 100 جنيه. وانا والمهندس عادل هنروح في انهي فيهم؟ انت انا ممكن تبعت لي سندوتشات يعني. ان شاء الله تعالى باذن الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، الف شكر.